تتابعون برنامج كورة مع تركي العجم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدي برنامج كورة على قناة خليجية في موعدكم اليومي الذي نناقش فيه أحداث الكرة السعودية. ونبي على الحلقة بعد تفوق هلالي في قمة الرياض، قطباء العاصمة يدشنان إعدادهما للنهائي المرتقب. الزقعان يقود الفتح للانتصار على الاتفاق بالأربعة. التعاون يقفز للمركز السادس، والوحدة يخسر للمرة الرابعة على التوالي. الفيفا يعلن نظام بطولة العرب للمنتخبات، والقرعة منتصف عام 2021. هذه عناوين الحلقة. اسمحوا لي في البداية رحب بضيفنا الكرام معنا في الاستوديو عيد الثقيل أبو فيصل، أهلا وسهلا فيك. يا هلا ومرحبا. أبو نايف أهلا وسهلا فيك. يا هلا يا مرحبا فيك وأبو فيصل والعزيز غالب وعبد الله. عايض مبخوت من دبي، هلا وسهلا فيك. مساء الخير وجود وابو نايف وابو فيصل وجميع الاخوان الموجودين، هلا وسهلا. ديبان متوخر الكاميرا اليوم كذا. لا كريم كثير، المخرج حاط للكاميرا كذا قاعد اطالع في الوجه والكاميرا راحت هنا. ما تعودني على شيء 11 سنه بعدين تجي تغيره في ليله وانا ما ادري، تربكني. طيب اليوم قيمه مباراتين مهمه، طبعا الفتح واحد من الفرق المفضله عندي هذا الموسم، من بعد كورونا واحد من الفرق المفضله عندي، لعب واداء وفي قتاليه عند هذا الفريق. لعب اليوم مباراه كبيره امام الفريق الاتفاقي، واحد ايضا مش فريق سهل الاتفاق انه يخسر بهذه النتيجه امام الفتح. نشوف تقرير المباراه وبعدين نفتح تفصيل عنها. ختام مواجهات الجولة الخامسة من دوري كاس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين جولة قمة الرياض. حل الفتح ضيفا على الاتفاق في لقاء احتضنه استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام. بداية اللقاء كانت سريعة من الضيوف، ربع ساعة وحكم اللقاء يحتسب ركلة جزاء ينبري لها سفيان بن دبكة وينجح في وضع الفتح في المقدمة. سفيان نعم، هدف أول للنموذجي، هدف أول للفتح، هدف أول لفخر الحساء في هنا. خرج لاعب والاتفاق بحثا عن التعديل، فيليب كيش ينفذ ركلة حرة تعتري العارضة الفتحاوية بقليل، وفي ظل سعي الاتفاقيين للعودة نواف بوشال يتوغل من الجهة اليمنى ويطلق كرة زاحفة تنتهي في شباك محمد الحيطي، هدف فتحاوي ثاني. الله 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 الله، كم أنت رائع يا نواف، كم أنت رائع يا ابن البوش، الجول ثاني هذا ظهير بمواصفة. ست دقائق فقط وعلي الزقعان يزيد معاناة أصحاب الأرض بهدف ثالث بعد تسديدة قوية، فشل محمد الحيطي في السيطرة عليها. يصل إلى شباك الاتفاق، يصل إلى شباك النواخذة بكرة أخطأ فيها محمد الحيطي حارس. سنحت للفتح زيادة الغلة قبل الذهاب لغرفة الملابس في ظل ارتباك لاعبو الاتفاق، وهددوا مرمى الحيطي في أكثر من لقطة، ليعلن الحكم ماجد الشمراني نهاية الشوط الأول بثلاثية فتحاوية. الشوط الثاني دخل أصحاب الأرض برغبة أكثر في زيارة شباك ضيفهم، وشكلوا خطرا على مرمى كوفال، ووسط محاولات الاتفاقيين علي الزقعان يعاقب المدافع ميتس على خطئه في التمرير ويسدد كرة قوية تستقر في الشباك، هدف رابع للفتح. ورغم صعوبة الموقف رمى الاتفاقيون بكامل ثقلهم في الوقت المتبقي، سوزا يحضر بقذيفة يتألق كوفال في التصدي لها،
كان محمد الكويكبي يهز شباك الفتح لكن القائم يمنعه من التسجيل، لتنتهي المواجهة بانتصار فتحوي برباعية نظيفة بلغ معها النقطة 13 وصعدت به بالمركز الثالث، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند النقطة 6 في المركز 11. وفيصل الفتح والاتفاق. والله شوف الفتح كما ذكرت أنت أنه بعد استئناف الدوري الموسم الماضي بعد كورونا كان أفضل الفرق حتى نتائج يعني من جميع الفرق كلها، قاعد يقدم نفسه مع المدرب البلجيكي الشاب حقيقة بشكل رائع. تخيل أنه الفتح يعني باع عقود 4 لاعبين مهمين ومع ذلك الفتح يقدم نفسه بشكل مميز لم يتأثر، واضح أنه المدرب والإدارة النادي قاعدين يعتمدون على مجموعة من اللاعبين ليسوا على النجم مثلا معين، يروح علي الحسن، يروح حبيب الطيان، يروح لجامي، يروح أيضا ظهير ايه انا وياك ضارنا في الاسامي برضو كلنا اسامه الخلف اي لا اسامه في الحزم اي الحزم اي فكل الثلاثه ذولي مع ذلك ما تغير في الفتح شيء، بالعكس يقدم نفسه بشكل كبير. نتائجه حتى هذا الموسم ممتازه جدا، انت تشوف الان 10 نقاط من اصل 15 نقطه، ما اتوقع ان الفتح جمعها في كل الدور الاول من العام الماضي، الحين في 5 جولات يعني لم يخسر الا 5 نقاط فقط وجمع 10 نقاط. أعتقد أنه في المقابل الاتفاق علامة استفهام حقيقة، بداية ممتازة جدا يحقق العلامة الكاملة في جولتين الأولى والثانية ثم 3 خسائر متوالية. الاتفاق والوحدة أعتقد أنهم في منحدر سيء جدا، وحدة 4 خسائر أيضا متوالية، ضمك فيه يعني فرق حقيقة أنا أعتبر 3 فرق هذه اللي ذكرتها يمكن هي من الأسوأ نتائج، وهي الآن اللي يمكن ينخاف عليها فعلا حتى في مسائل الهبوط. نزيف النقاط هذا واستمرار الخسائر أمر صعب جدا، قد لا توفيق الكلام. لا قد لا توفيق منه فعلا الخسائر إلا بإحداث صدمة يمكن، وقد نرى يمكن إحنا نتكلم أنه 5 جولات ما شاهدنا تغيير مدربين، قد يكون التغيير القادم أحد المدربي هذه الفرق الثلاث. ما يشمل هالكلام النصر حتى عند 4؟ لا النصر يقدم مستويات جيدة حقيقة يعني في المباريات، عشان نكون واقعيين أمس كان أفضل من الهلال بمستوى فني داخل الملعب رغم أنه راجع من كورونا. شفنا الإصابات اللي في النصر والنقص اللي في النصر طوال الموسم، لم يلعب تشكيلة ثابتة، الإمكانيات موجودة عند النصر، المدرب مدرب عظيم معروف سابقا مش هذا الجديد وله بالموسم الماضي فقط، حتى من يعني يمكن تقريبا الآن أعتقد يمكن كمل موسمين يعني مع الموسم هذا، فما أعتقد النصر عنده مشكلة. النصر حتى الآن أنا أعتبره منافس، يعني البعض كان يتندر من حديث علي البيهي عندما كان يقارن البارح أنه ابتعدنا ب10 نقاط عن النصر، والبعض يقول لك يعني أنه النصر هم بالنسبة للجايين لهذه الدرجة. نعم هم النصر، هم النصر حتى وهو في هذا المركز هو المنافس الحقيقي للهلال، وأنا أقولها لك من الآن النصر يحتاج بس لانطلاقة، لن يتوقف بعدها القطار النصراوي أبدا. تتذكر انطلاقة حمد الله لما انفجر الأول موسم بعد 7 مباريات؟ هذا النصر اللي بيصير، سينطلق انطلاقة لن يتوقف بعدها. الاتفاق والفتح بنعي. شوف مباراة الاتفاق والفتح بالتأكيد أنك لما تتحدث تقول 4-0 على نادي الاتفاق النتيجة مفاجئة جدا ومفاجئة، ولكن لما تتفرج على المباراة اتضح النادي الفتح بصراحة كأنه يعني حاضر تمارين نادي الاتفاق وعارف نقاط الضعف اللي قاعدة تصير فيها. نادي الاتفاق في المباراة هذه الإشكالية في أفكار من المدرب، ولكن ما في عناصر تنفذ الأفكار هذه. إحنا لما نتكلم على أفكار وعناصر، نادي الاتفاق دائما يبغى يبدأ بداية تدريجية، يطلع فوق ويستحوذ على الكرة، والهجمة الرتيبة طبيعية جدا تعتمد على التمريرات. فعندك اللاعبين اللي يعني ينفذون افكارك يا العطوي الان، لذلك انت لو تشوف الاهداف كلها يعني كوبي بيست، ضغط من نادي الفتح، اقطع الكوره، هدف. في لاعب بصراحه المباراه هذا مين مباراه ابدا كانت بطولته، اللي هو الخطيب الظهير اليسار
نادي الاتفاق سبب أول شيء بلنتي، بعدين حتى الهدفين الأخيرات وحتى هذا كلها من عندهم. حارس المرمى أيضا كان له نصيب. يعني حارس المرمى نقول اسمه جديد بدل مبول حكيت تأثيره كبير، ولكن بصراحة الظهير اليسار كان قنبلة في نادي الاتفاق. يعني تأثر نادي الاتفاق بغياب الظهير علي فؤاد، كان أول لعبت معه أول مبارتين بعدين استلم الخطيب الخانة. أمس اليوم الخطيب بصراحة واضح أنه شارد ذهنية، يعني تخيل أنت يدخل النص وتنقطع الكرة منه وترجع وهدف ضربة جزاء، أنا ما أستغرب كيف سواها. وأنا حقيقة بصراحة هذه رسالة للاعبين، أنا ما أدري هل التصرفات اللي يعملونها وجود في اللاوعي عندهم، يعني هي عادة يسويها وفجأة، ولا هو مو مستوعب من فيه فار ومراجعة ويتابعونك، لأنك الكرة تصير برا اللاعب وجهه يسوي أخطاء في لحظات يعني يخرب جميع التخطيط اللي جالس فيه المدرب. هدف البلنتي الأول كرة عادية جدا، فجأة دخل ودعس على اللاعب والكرة بعيدة عنه سبب بلنتي، والكرة ما جتها ولا أي ما لها علاقة. بعد كده تتالى الفتح، بالعكس أنا أشوف في تحضير نفسي أكثر من رائع. كان خسران من نادي الشباب على فكرة 3، كان عندي إصابة في أفضل لاعب عنده مراد بتنا مروان سعدان، الفريق يعني طالع من هزيمة كبيرة بالنسبة له من ضد الشباب وإصابات، كان طالع برضه الفيد غير جاهز المحور، وفجأة تفوز بالأربعة وعلى نادي الاتفاق، ويعتبر طبعا بالنسبة للمنطقة الشرقية من الديربيات هذه اللي هي موجودة. الاتفاق على المدرب أن يلعب اللعب المباشر بصراحة، يلعب بالإمكانيات اللي عنده. أوكي احنا مؤمنين يا كابتن خالد ان عندك افكار جدا جميله على الورق، هذه زي ما يقولون الدراسات اللي وصلها افضل مدربين في العالم، ولكن العناصر اللي عندك ما تطبقها. اليوم جميع الكرات الاهداف اللي عليك قطع من نص ملعبك، وهجمه سريعه مرتده، تحول سريع من نادي الفتح، هدف تتكررت. الفرق الان حافظتك، حتى صارت عليك في مباراة أبها. لذلك فعلا يجب أن نراجع خالد العطوي في أفكار اللي عنده بناء على الأدوات اللي عنده. أنا ما أقول خالد العطوي مو كويس، أنا أقول له العب بس بحسب إمكانيات اللاعبين اللي عندك. نادي الفتح ممتع، الفريق هذا ممتع، الفريق هذا الناس كلها متعاطفة معه، وأنا أتوقع بيطلع أفضل وأفضل لما يرجع مرتباتنا اللي بيصير من نجوم الموسم هذا. طيب أبو عبد الله، أعتقد أبو جود يعني إذا بنتكلم عن مباراة اليوم، الفتح كان في أفضل حالاته والاتفاق كان في أسوأ وضع، ولو أن الاتفاق صراحة هو استمرار للوضع السيء لأداء الفريق، وتحديدا حتى من بداية الموسم، يعني حتى المباريات يعني يمكن الفريق بدأ بفوزين وبعدين توالت الخسائر، يمكن سيناريو للموسم الماضي. لو نرجع الموسم الماضي نجد الاتفاق أيضا بدأ أعتقد أول مباراتين فوز وبعدين دخل في مرحلة نتائج السلبية. بعض الفرق بوجود إذا وضع تحت ضغط أو شعر أنه مطالب بالفوز على طول تبدأ عنده تكون نتائج السلبية. أنا بس أبغي أشيد صراحة بقراءة مدرب الفتح سيد المدرب البلجيكي فريرا، اللي هو يمكن أصغر مدرب في الدوري إذا ما كنت غلطان، ومع ذلك واحد من أفضل المدربين المتواجدين اليوم في السعودية. أولاً هذه النوعية من المدربين اللي نحن نحتاجها في المنطقة بشكل عام، قراءة جيدة للفريق، عمل فني متوازن في الدفاع والهجوم. اليوم بشيء يمكن لا شك أن الفريق تدرب عليه، كان هو عارف وين مشكلة الاتفاق. الاتفاق مشكلته انه راح يبدا من الخلف، وانا اكرر ان مشكله الاتفاق انه راح يبدا من الخلف، فبالتالي يلعب على المشكله هذه مثل ما ذكر ابو نايف، الضغط عليهم. الفريق يحب يلعب من الخلف اللي هو الاتفاق، اضغط عليهم. لا شك انك انت ما تملك العناصر المؤهله او القويه فنيا لعمليه البيلد اب او البناء من الخلف، فبالتالي لا شك اي عمليه ضغط راح تفقد الكوره بسهوله، على اساس انك انت يعني الاتفاق على اساس يلعبون بالطريقه اللي هي البناء من الخلف، واللي يفترض انه تبدا اصلا من عند حارس المرمى، يفترض انه يكون عندك حارس مرمى يجيد اللعب بالقدمين، وطبعا في الاساس يفترض انه يكون حارس جيد. الدفاع يفترض انه يكون عندك 4 لاعبين مدافعين يجيدون البناء
وقبل ما يجدوا البناء يفترض انهم ايضا اربعه مدافعين جيدين. اذا ما امتلكت انت الاشياء هذه، العناصر هذه بوجود، لا يمكن انك تلعب فيها. انت اصلا على اساس انك تملك العناصر هذه انت تروح تفوز بالدوري. انا متى ما امتلكت اربع مدافعين جيدين وحارس جيد ويملكون عمليه البناء بشكل جيد، انا يفترض اني اكون منافس على الدوري. اذا انا مش منافس على الدوري لا يمكن اني انا استمر بالنهج هذا بوجود. الفريق او الفريقين الوحيدين اليوم يملكون عناصر تقدر تقول انا العب بهذا السيستم النصر والهلال فقط. يعني حتى الانديه الثانيه ما يقدرون يسوونها. الموضوع جدا صعب. يعني مثل ما ذكر ابو نايف، يعني هذا تكرار الكلام ابو نايف، بس كانت المشكله اليوم واضحه الادهى انك انت تكون خاسر الشوط الاول 3-0 وما تسوي اي عمليه تبديل بين الشوطين. مش معقول. يعني ما في اي مدرب يخسر 3 في الشوط الاول ويدخل الشوط الثاني بنفس العناصر كانك راضي عليهم. اكيد في مشكله عندك، اكيد في عناصر ما كانوا جيدين، يفترض انك تتدخل. يعني الجهه اليسرى كانت اليوم شارع لجميع لاعبي الفتح، اي واحد يبغى يروح يروح، واللي يبغى يشوت يشوت. فالمشكله كانت واضحه. يعني الاتفاق جميع المباريات اللي قدمها، يعني المباراه الاولى مع الاتحاد كسب اخطاء مدافعين الاتحاد بلنتيين اخر الوقت وفاز. مباراه العين كان متعادل الى الدقيقه 90 احرز هدف وفاز. بقيه المباريات لا، الفريق كان سيء، الاتفاق بيقدم مستوى سيء. اتمنى شخصيا ان الاتفاق يرجع الاتفاق اللي نعرفه والاتفاق الفريق الكبير، ولكن بالطريقة هذه لا يمكن إلا أن النتائج تزداد سوء. ما نهضم حق الفتح، قدم مباراة كبيرة من بعد كورونا. أنا أضم صوتي لك بوجود والأخوان الموجودين، واحد من أفضل الفرق. الإشادة بالسيد فريرا واجبة علينا جميعا. صحيح. واحد من أفضل وأروع المدربين. صحيح، يستاهلون يستاهلون. المباراة الثانية كانت بين التعاون والوحدة. الوحدة بدأ يدخل في دوامة، يعني خلينا نشوف التقرير. استمرارا لمواجهات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، جولة قمة الرياض، استقبل التعاون ضيفه الوحدة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة. شوط أول شاب عليه الحذر من الطرفين واعتمد على التحصين في مناطقهم الخلفية. غابت الخطورة طوال مجريات الحصة الأولى على مرمى الفريقين، وكانت محاولات المهاجمين خجولة أمام الشباك. لتحضر صافرة الحكم سلطان الحربي منهية الشوط الأول بالتعادل السلبي. الشوط الثاني كانت بدايته مثيرة. البديل الوحداوي حمد الجيزاني يقع بالمحظور بعد دخوله بخمس دقائق فقط ويخرج مطرودا بالبطاقة الحمراء. مالت الكفة للتعاون في ظل النقص العددي للضيوف لتنجح محاولاتهم في هز الشباك ليتحقق المراد بتسديدة من عبد الله ساني. فشل عبد الله الحافظ في إبعادها لتسكن المرمى هدف تعاون. ساني وصل والتعاون سجل، ساني وصل والتعاون سجل من بديل إلى بديل يا كارتيرو. ضغط لاعبو التعاون بغية زيادة الغلة في ظل ارتباك لاعبي الوحدة، لكن تسديدة الجوع ينقذها راغد النجار. حاول لاعبو الوحدة الوصول للشباك الصفراء فيما تبقى من وقت، لكن محاولاتهم انتهت خارج الخشبات الثلاث لكاسي. حافظ أصحاب الأرض على هدفهم الوحيد حتى أعلن الحكم نهاية المباراة، ليصل التعاون للنقطة الثامنة في المركز السادس، فيما توقف الوحدة عند نقاطه الثلاث في المرتبة الرابعة عشرة. أبو عبد الله، المباراة ترجع معك، التعاون والوحدة. واحدة من أسوأ المباريات اللي يمكن تتابعها بوجود. يعني اللي يعني يفترض أن الوحدة والتعاون اسمين من الفرق في السنوات الأخيرة يمكن قدموا نفسهم بشكل جيد. صحيح. يمكن أنا اليوم شفت المباراة ويمكن اللي صبرني أن عندي برنامج فلازم يبغي أتكلم عن المباراة وبوجود صراحة. يعني يمكن التعاون يمكن بوجود هذه فيها زيادة راتب ممكن. ضريبة المباريات هذه بدفع لكم إياها.
فصراحة يمكن عملية الطرد يمكن هي فرقت مع التعاون. يعني السيد كارتيرون عنده فريق مفروض أنه يقدم أداء أفضل صراحة. العناصر الموجودة يمكن اليوم يمكن غياب أميسي يمكن واحد من أفضل العناصر في التعاون، يمكن انتقال هيلدو راموس اللي كان مستمر مع الفريق السنتين أعتقد من العناصر الرئيسية اللي كانوا ثوابت في الفريق في السنوات الأخيرة، يمكن غيابهم اليوم أثر نوعا ما، ولكن حتى بوجودهم ما راح تشوف التعاون اللي كنا نشوفه قبل سنتين. التعاون اللي كان واحد من أفضل الفرق في الدوري واللي تتوقع أنه يفوز على أي فريق بدون استثناء سواء في ملعبه أو خارج ملعبه. اليوم الفريق يمكن من حسن حظ التعاون الطرد اللي صار بداية الشوط الثاني، والتعاون استغل الطرد وسجل هدف، ومع ذلك يعني القوة الهجومية ما كانت موجودة، ما تشعر أن في مخالب هجومية اللي كان مشهور فيها التعاون بوجود أميسي مع ساندرو في الوسط، كان توامبا في لما يكون في وضع جيد مع هيلدون. للأسف ما شفنا التعاون الفريق المقنع فنيا. يعني مبارك لهم بالفوز، ولكن السيد كارتيرون المطلوب منه عمل فني أفضل وتحديدا على في الشق الهجومي أساس يرجع التعاون لحنا. أما بالنسبة للوحدة نفس الكلام اللي قلناه على الاتفاق ينطبق على الوحدة، نفس الوضع. أول مباراة فوز باهت على القادسية، وأصلا الفريق كان متأخر سجل هدفين في آخر الوقت. أما ترجع لجميع المباريات اللي تشوفها اللي خسرها أربع مباريات على التوالي خسرها الفريق، أنا أعتقد أن السيد إيفو فييرا ما أضاف أي إضافة تذكر لفريق الوحدة. أعتقد قد يكون أتوقع أنه غادر يمكن بعد مباراة اليوم. الفريق لا شكل هجومي لا شكل دفاعي، ما في أي إجادة في عملية التحولات سواء من الدفاع للهجوم أو الهجوم للدفاع. خسارة مستحقة للوحدة. للأسف الوحدة إذا استمر بهالوضع الدور الثاني راح يدخل في المباريات الآسيوية، فبالتالي راح يصير عليه ضغوط أكبر وأكثر، ومع عملية ضغط مباريات ممكن يدخل في نفق مظلم. مفيصل، الوحدة وضع سيء حقيقة. يعني أنت تتكلم عن خسارة أربع جولات، وفي النقطة الأخيرة ذكرها أبو عبد الله فعلا أنت الآن أيضا ستدخل المراحل الآسيوية. تخيل أنه هذا الفريق اللي راح يمثلنا في آسيا وكان يحتل المركز الرابع الموسم الماضي يقدم هذا المستوى ويقدم هذه النتائج وراح يلعب على الآسيوية، ما أعتقد أنه يعني قادر على العودة يعني بشكل جيد. أنت تلعب على الجهتين، تحتاج فريق ممتاز، تحتاج إمكانيات كبيرة، وتحتاج دكة بدلاء عالية، وكل هذه موجودة في الوحدة. الوحدة ذكرناها قبل كذا أنه فريق حقيقة أنا أحملها كلها إدارة النادي، فرطت في العديد من المكتسبات اللي حققها الفريق في الموسم الأول، استبعاد لاعبين بشكل غريب والتفريط فيهم، واستقطاب لاعبين آخرين يعني بشكل أيضا غريب. التعاون أنا ما شاهدته حقيقة، يعني رغم أني كنت تفائلت بشكل كبير بالتعاون في مباراة مع النصر، أظهر شيء من التعاون الجميل اللي قبل موسمين تقريبا اللي كان بطل كأس الملك، لكن بعد ذلك يعني لما شاهد التعاون قد يكون لكورونا والإصابات اللي حدثت للاعبين دور في ذلك وتعطيل حضور التعاون، رغم أنه في مباريات يعني قلت لك سابق خاصة مباراة النصر واللي كان يعني ينقصه لاعب، لكن قدم مباراة تكتيكية جميلة جدا ولمسات كبيرة لنادي التعاون. قد يكون تأثيرات كورونا لا زالت حاضرة في التعاون حتى الآن. بناية والله شوف وجود مباراة، طبعا أنا أكرر ما قال أبو عبد الله، مباراة رتيبة جدا جدا، ولكن خليني بتكلم عن التعاون، وهذه هي إشكالية. لما أنت لما تجيب مدرب وله اللي اختار اللاعبين، التعاون بطريقة جالس يلعب بأربعة اثنين ثلاثة واحد، يعني ما يحتاج إلا بفكر كالدرون إلا مهاجم واحد، لذلك صار الضحية اللي هو ديوك وهو ساني، والآن خارج التشكيلة محمد السهلاوي. فلذلك واضح أنه في فترة شتوية راح يتم الاستغناء عن مهاجمين وإحضار لاعبين جدد. حتى الفكر تبع كالديرون مختلف الآن عن نوعية اللاعبين الموجودين في نادي التعاون. فلذلك احنا دائما نسبق، المفروض احنا نجيب المدرب ومدرب هو اللي يختار. للأسف احنا لا، نعكس العملية، وهذه من ضمن الخسائر اللي تخسرها الفرق. لذلك الآن لاعبين أجانب له ديوك
وعبد الله ساني جالسين في الاحتياط. اتفهم ان عبد الله ساني عنده تمزق في العضله الخلفيه وراح ينزل، ولكن ديوك استغرب ليه، ولكن واضح ان الفكر اللي عند كالديرون لو 4-2-3-1 لذلك صار الضحيه الاجانب، واتوقع يصير فيه التغيير. تجي على الوحده يعني بصراحه فيرا انا ما ادري ايش قاعد يسوي الفريق، تعرف بس انا بعلمك عن المباراه الماضيه اللي انهزموا فيها 3-2 من الرايد، والمباراه هذه انت عارف ان خط الدفاع ما فيه لاعب واحد لعب المباراتين اللي هو بوتيه، البقيه الباقيه العوشي طبعا مصاب، بدرو هنريكي حطها احتياط، علي الزبيدي وحمد الجيزاني ما لعبه، نزل نجار حارس، عبد الله الحافظ بدال هنريكي، محمد العمري ونايف كريري، ولما نزل حمد الجيزاني هو اللي اخذ الكرت الاحمر. يعني انت الان قاعد جالس، الى الان احنا وصلنا الجوله الخامسه ما استقر الفريق حتى دفاعيا، الى الان جالس يجرب. مين معقول اللي قاعد يصير نادي الوحده بصراحه؟ يعني هو لازم يصير فيه مي بالقضيه قضيه افراد، والان قاعد المدرب قاعد يقول لي انا قضيه افراد عندي، مي بالقضيه قضيه افراد، لا هي قضيه تنظيم داخل الوحده، الوحده يخترق بكل سهوله، وعدم التجانس هذا اذا صار الوحده بيسوي الاسلوب هذا واحنا واصلين للجوله الخامسه هذا بتصير فيه اشكاليه. الف مبروك لنادي التعاون اللي كسبها خلينا نقول بابسط السبل، يعني اللي قاعد يصير وساعد نادي الوحده، وهارد لك النادي الوحده اللي يحب فعلا زي ما قال ابو فيصل نتمنى يعيد حساباته، لا سيما انه بيدخل في البطوله الاسيويه. فاصل قصير بعده نعود. بعد تفوق هلالي في قمة الرياض، قطباء العاصمة يدشنان إعدادهما للنهائي المرتقب. الزقعان يقود الفتح للانتصار على الاتفاق بالأربعة. التعاون يقفز للمركز السادس، والوحدة يخسر للمرة الرابعة على التوالي. الفيفا يعلن نظام بطولة العرب للمنتخبات، والقرعة منتصف عام 2021. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة، نرحب بمستمعي روتانا في أنف المملكة العربية السعودية عيد الثقيل وعلي السويد وعيد مبخوض. ضيوف حلقة الليلة شوف تقرير عن مباراة الهلال والنصر بالأمس والتي انتهت هلالية بهدفين مقابل لا شيء، نشوف المباراة بكثير من التفصيل بعد 24 ساعة من نهاية المباراة. نتابع انتهت مواجهة العملاقين الهلال والنصر المدرجة ضمن الجولة الخامسة في بطولة دوري كاس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. كسب الأزرق المباراة بهدفين نقلته للانفراد بالصدارة وحيدا ب13 نقطة، فيما بقي الأصفر على نقاطه الثلاث في موقع لا يتلائم مع مكانة الفريق العاصمي. صحيح أن المباراة قد انتهت مساء الاثنين، لكن أجواؤها لم تنتهي بعد، فهناك لقاء آخر سيجمع الفريقين في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وبالتأكيد أن نتيجة لقاء الدوري ستلقي بظلالها على مواجهة الكأس.
فالهلال المنتصر سيطمح بالتأكيد لتعزيز تفوقه وتحقيق اللقب الغالي الذي سيمنحه فرصة تحقيق الثلاثية، وهي الجمع بين لقبي الدوري والكأس وكذلك دوري أبطال آسيا، ولا مانع بعد ذلك في ضم كأس السوبر ليكتمل عقد الرباعية. الدوافع الزرقاء كبيرة، والآمال والطموحات ستجعله يبذل أقصى ما لديه لنيل مراده، ولكن قد يقع الهلال في فخ التعالي على المباراة نظير تكرار انتصاره على غريمه التقليدي خلال آخر مواجهتين، وبالتالي قد يخسر فرصة تاريخية للجمع بين الألقاب الكبرى، وقد يشكل ذلك ضغطا نفسيا كبيرا على اللاعبين ويعيق مسيرة الفريق في بطولة الدوري. أما النصر فبعد خسارة مباراة الدوري أصبحت آماله صعبة نوعا ما، ولكنها ليست مستحيلة، وبالتأكيد أن الفوز في نهائي الكأس سيكون بلسما شافيا لكل معاناته، وهي فرصة هامة لإرضاء جماهيره الغاضبة من نتائج الفريق الأخيرة. وإذا ما حقق النصر اللقب فهذا يعني تجاوز مرحلة انعدام الوزن وإعطاء دافع معنوي كبير للعودة بقوة في اللقاءات المتبقية من بطولة الدوري، وهذا ما سيعمل عليه النصراويون خلال الأيام القادمة. عايض، أنت شفت المباراة بالأمس، قول لي ليش كسب الهلال، ليش خسر النصر، وإيش تأثيرات هالمباراة على النهائي يوم السبت؟ بوجود يعني كالعادة في معظم مباريات الديربي تحديد، يعني بتكلم عن الهلال والنصر، فيه تفاصيل صغيرة عادة هي تحسم لك المباراة. الجديد في مباراة الأمس أن في مباراة ثانية يمكن بعد ثلاثة أيام أربعة أيام، ومباراة أهم خلني أقول لك، كونها هي نهائي كاس، فبالتالي نحن كانت المباراة النهائية كانت موجودة وتحديدا في عند السيد فيتوريا. لو ما كانت المباراة النهائية بعد ثلاثة أيام أربعة أيام، لا شك أننا راح نشاهد حمد الله من بداية المباراة. مهما كانت جاهزية حمد الله، حمد الله راح يكون أساسي في أي مباراة للنصر. الوضع اللي دخل عليه حمد الله حتى يمكن سجل هدف اللي ألغي بعدين بالفار، ما كان في وضع سيء جدا بحيث أنه ما يقدر يشارك، ولكن السيد فيتوريا وضع نهائي الكاس أولوية. السبب الثاني اللي خليني أنا شخصيا أقتنع بهذا الرأي عملية تبديل خالد الغنام أيضا بين الشوطين. أنا أعتقد في أي مباراة عادية في حال عدم وجود ديربي آخر أو نهائي بعد هالمباراة ما راح يتم تبديل خالد الغنام. نور الدين مرابط ما راح يتأخر إلى يعني بالكثير ممكن بين الشوطين، لأن أنا شاهدت نور الدين مرابط ما كان في جاهزية، خلينا نقول حمد الله، لأن نور الدين مرابط في كثير عرضيات لعبها من وسط الملعب لأن ما عنده ممكن الجاهزية البدنية اللي تساعده أن يروح. الشيء الأهم في المباراة أنا شخصيا يعني السيد رزفان مدرب الهلال واحد من أفضل المدربين اللي قدموا للمنطقة في آخر خلني أقول لك يمكن 10 سنوات أو أكثر حتى. يعني هذا الرجل عنده انضباط واضح، عنده توازن، لا شك أن الهلال هو أكثر فريق متوازن في الدوري السعودي في عملية الدفاع، في عملية الهجوم، عملية انضباط اللاعبي الطرف اللي يكونوا موجودين دائما على الطرف، تجد في حالة خسارة الكرة على طول يرجعون ويضمون مع الفريق، في نهج واضح حتى على الشكل الهجومي. لاحظ أمس الفرص اللي سنحت للهلال كانت تقريبا من الجهة اليمين بنفس الطريقة، جوفينكو يلعبها الجوميز في نفس المكان اللي كاريو لعب الكرة لفيتو في ركلة الجزاء. لو ترجع هدفهم مع ضمك أو في بعض المباريات تجد بنفس الطريقة يسجلون الهلال، ترجع الهدف صالح الشهري الثاني وشوف هدف سالم الدوسري في الاتفاق هدف الأول. فيه عمل فني كبير لا شك في الهلال. أمس رزفان ما كان موجود بجسده ولكن شخصيته وفكره كان موجود في الملعب. النصر برغم النقص برغم الغيابات ولكن في شخصية أيضا كانت موجودة للأمانة للنصر. يعني الشوط الأول برغم عدم وجود مرابط وحمد الله ولكن شاهدنا فريق يهاجم
سيد فيتوري اعتمد الضغط من الأمام بعكس الهلال اللي كان يعطي حرية للاعبي النصر أنهم يبنون الكرات من الخلف. وأنا أعتقد أنه مثل ما أرجع أقول لك بوجود هذا كله تكتيك أعتقد من المدربين الاثنين تجهيز لمباراة النهائي. تفاصيل صغيرة كانت موجودة يعني، والدليل على كلمة تفاصيل صغيرة أن لو ما كان الفار موجود كان ممكن النتيجة تكون 1-0 لصالح النصر. لا شك الهلال كان يستحق الفوز بوجود، ولكن دائما مباريات الهلال والنصر تحسم. يمكن أمس حسمت المباراة في آخر يعني استمرت إلى آخر دقيقة من الوقت الإضافي. لا شك الهلال يستحق الفوز. أنا أعتقد الخسائر الأولى للنصر جعلت الفريق يذهب بكامل تركيزه لمباراة النهائي. إيش تأثير اللي صار أمس على النهائي؟ كيف ممكن يدخل الفريقين النهائي؟ شوف بوجود في 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 جزئية أيضا استكمال الكلام اللي أقول لك عليه. بعد المباراة أنت شاهدت اجتماع لاعبي النصر تحديدا. صحيح. عادة في مباراة الديربي اللي يخسر الديربي ما يجتمع في وسط الملعب، يدخل غرفة الملابس وتصير مشاكل، وأنت السبب وأنت أخطأت وتصير مشاكل وتصير تكسير حتى في غرفة الملابس في العالم كله. أمس السبب الوحيد اللي خلى لاعيبة النصر يجتمعون هو أنه في نهائي. ولا يمكن أرجع لأي مباراة في تاريخ الهلال والنصر، إذا في فريق خسر واجتمعوا في الملعب يقولوا معليش يا شباب احنا خسرنا المباراة وترانا كنا زينين. لا لا، هذا الكلام مش موجود. هذا الكلام عادة يكون موجود لما تكون انت فايز 4 مباريات 5 مباريات ورايح للصدارة او منافسة وتخسر، كابتن الفريق يجمع اللاعبين يقولوا معليش خسارة لكن احنا راجعين. لكن النصر اصلا قادم من 3 خسائر وفوز، فما في شيء يخلي اللاعبين يتجمعون الا مباراة النهائي الشيء الوحيد. فهذه سابقة يمكن صارت، انا اقول لك وانا متاكد منها صح ولا غلط فقط. يمكن حتى نور الدين مرابط يمكن شاهدت يمكن ردة فعل نور الدين مرابط، وانا عجبني صراحة عبد الرحمن الحلافي لما شفته يمكن بطريقة يمكن فيها كثير من العصبية او انه خليك مع الفريق. صح ولا غلط؟ صح ولا غلط الاجتماع اللي صار في الملعب؟ لا لا، شيء ممتاز وصح جدا، لانك بسبب مباراة الكاس الشيء الوحيد انا اللي اقول لك اياه، لان مباراة الكاس هذا الشيء الوحيد. انا اعتقد نفس الكلام اللي قيل في الملعب ان لاعبي الهلال اجتمعوا في غرفة الملابس وقالوا يا شباب ترانا فزنا في مباراة بس عندنا مباراة اهم بعد 3 ايام وما مبالغ في الاحتفال. لا شك ان الامور بالنسبة للهلال عايشين اجواء احتفالية اجواء ايجابية اكثر من النصر بناء على جميع مباريات الموسم اللي في الدوري. ولكن ارجع اقول لك بوجود الديربي سواء في نهائي او مباراه عادي يحسم بتفاصيل صغيره، ايضا هذه التفاصيل راح تكون موجوده في نهائي الكاس. ما اعتقد ان في فريق راح يحسمها باكثر من فارق هدف اذا ما رحنا ركلات ترجيح. ابو فيصل وابو نايف باخذكم بعد الفاصل، اسمحوا لي فاصل قصير بعد هذا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة. نرحب بمستمعي روتانا اف ام في المملكة العربية السعودية. عيد الثقيل بن السويد عايد مبخوت ضيف حلقة الليلة أبو فيصل. شوف المباراة حقيقة يعني ما كانت المباراة المنتظرة يعني اللي كنا نتوقعها بكل ما يملك الفريقين يعني من نجوم كبار. أنا حقيقة يعني كنت أتوقع
وقلتها هنا على الطاولة أنه عندي إحساس اللي بيكسب المباراة الدوري راح يأخذ الكأس. يأخذ الكأس. البارح بعد ما شفت المباراة حقيقة تغيرت رأيي 180 درجة. يعني أنا أتوقع أنه الكأس النصراوي، أتفق تماما مع أبو عبد الله أنه التركيز النصراوي كان واضح على الكأس أكثر من الدوري. فيتوريا كان راسم سيناريو قد ينجح وقد لا ينجح حسب ظروف المباراة، لم ينجح السيناريو رغم أنه كان على وشك، يعني هو أراح حمد الله ومرابط وكان يجهزهم أيضا ليكونوا إضافة للفريق قد يخلصوا له المباراة، أنهى الشوط الأول كما يريد. الفريق راجع يعني مع تأثيرات الكورونا، أعتقد أنه قدم يعني أداء ممتاز. الهلال لم يكن بالصورة الكاملة خاصة بعد خروج سلمان الفرج، فقد الهلال المباراة تماما وسلمها للنصر. أنا استغرب كان تغيير سلمان الفرج يعني مؤثر جدا في صفوف الهلال. النصر كان يلعب بأسلوب الضغط العالي على لاعبين الهلال، وكان سلمان الفرج هو اللاعب الوحيد اللي ممكن يخلصك من هالضغط ويعني يستطيع تمرير الكرة إلى الأمام، فقدها الهلال في بعد خروج الكابتن سلمان. النصر واضح تركيزه قلت لك العالي من أول شيء طريقة فيتوريا، عدم نزول حمد الله ومرابط، الاجتماع الأخير النصراوي هذا يبين لك يعني بدليل القاطع أنه كان تفكير الإدارة مع المدرب، تصريح المدرب بعد المباراة أيضا كلها تبين لك أنه كان التركيز فعلا على الكأس. النصر طبيعي أنه يتجه لهذا السيناريو، وأنا أقول أنه حتى الآن النصر نجح فيه، لم يقدم المباراة، لم يكن سيئا في المباراة الأولى حتى وإن خسرها. تركيزه على النهائي وهو يمكن الحين خاسر 10 أو يتخلف 10 نقاط عن المتصدر، الدوري لسه طويل، لكن الكأس مهمة. 30 سنة أنت تتكلم عن كأس الملك، لم تدخل خزائن النصر. النصر عندما يحقق كأس الملك بيكون كسب بطولتين هذا الموسم في هذا العام، السوبر والكأس الملك، راح يدخل الدوري أو يعود للدوري يعني بشكل مريح جدا، راح يلعب بدون ضغط. وتخيل أن النصر يلعب بدون ضغط مع كل هالكوكبة الحالية، محققين بطولتين، ما أعتقد راح يطالبون بأكثر وأنهم يحققون الإعجاز يعني يضمون لها الدوري. الفوز راح يجيب الفوز، وراح تشوف النصر قلت لك منافس حتى أيضا على الدوري. سيناريو يعني أكثر من رائع لو تحقق للنصر، لكن الخسارة أيضا بتكون أثارها كبيرة جدا جدا وعاصفة على النصر. فالنصر يعني حقيقة أمام مفترق طرق، يعني ما في حل الوسط. الهلال حتى وإن خسر يعني أثرها على أخف، أثرها على أخف، بطل آسيا، بطل الدوري السابق، الآن متصدر للدوري، يعني خسارة بطولة قد لا تعني يمكن الشيء الكثير رغم أنه أكيد أنه لا يتمنى خسارتها، لكن بالنسبة للنصر حقيقة مباراة مصيرية جدا جدا في تاريخ النصر. بنايف طبعا ألف ألف مبروك لنادي الهلال، وأعتقد أنا وأبو فيصل تكلمنا قبل المباراة، كنا موجودين هنا كنا متوقعين أن الهلال يفوز بحكم المعطيات اللي موجودة أمامنا على الورق. يعني إحنا لما تتكلم مثلا بدنيا منطقيا النصر منهك بدنيا، اللي هو الإصابات اللي عنده، عدم اللاعبين، عدم الجاهزية، اختبارات الجهد، كل الأشياء هذه واضح أن النصر أصلا غير جاهزين اللاعبين. لما تتكلم فنيا تتكلم على عدم التجانس، أنهم يعني ممكن في التمرين ما يلعبون مع بعض، فلذلك هذا اللي صار. لما بجي بتكلم برضو عن إدارة المباراة، أنا أتوقع أن مدرب الهلال أدارها بطريقة ذكية. كان في سيناريو وضعه سيد فيتوريا، وكان في سيناريو وضعه رزفان، يبدو أن رزفان هو اللي تفوق في سيناريو تبعه. تكلم على فيتوريا، وضع التشكيلة الخاصة فيه اللي أنا شفت أغلب، خلينا نقول أغلب النصراويين يعني زي ما يقولون فيهم دهشة وصدمة، كيف تبدأ بالتشكيلة هذه بالرغم أن التشكيلة هذه خرجت 0-0 أمام أساسيين الهلال، خرجت فيها وصلت الهدف المطلوب منها من فيتوريا. تجي على رزفان، أنت لما تشوف ترجع للتغييرات تبع رزفان وترجع للتغييرات فيتوريا، تلاحظ عدم الجاهزية. فيتوريا 5 تغييرات في المباراة هذه، تجي على رزفان ترى سوى 3 تغييرات. فيتوريا بدأ في التغييرات من الدقيقة 46،
46 63 64 من غير الغنام محمد الله، غير مرابط بالخيبري، غير علي الحسن، وصله من الدقيقة اللي هو 64. تجي زفهم من الدقيقة 75 وسوى شال الفرج، نزل كنو. أنت مجرد ما تشوف الهلال يشيل الفرج عرف إنه ما يبغى استحواذ. استحوذ أنت، خذ الملعب، أنا بلعب لك على 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 الكرة المباشرة. ذلك شال الفرج ونزل كنو، شال كاريلو نزل خربي رأس حربة، شال جيفينكو نزل رأس حربة صالح الشهري، لأنك برضو خلاص انتهى الموضوع. خلي النصر بيضغط عليه الآن باللاعبين اللي يلعبونه، نزل رايد الغامدي مكان أيمن، بيضغطون علي، أنا استغل الأخطاء اللي تصير على اللي تصير على خط الملعب، مهاجمين ولعب الكرة قدام بس وخلاص وانسى الموضوع. المفارقة الثانية تجي على العبيد، نزل دقيقة 87 وتسبب في هدف. تجي على صالح الشهري، نزل في دقيقة 90 وسجل هدف من غلطة اللي نزل في دقيقة 87. يعني هذه برضو من المفارقات اللي داخل المباراة. آخر المباراة أوكي، النصر جالس يهاجم قوته، ممكن يضغط، تارك الملعب الهلال حتى الثلث الأخير هذا له، ولكن زي ما قلت لك على الكرات المقطوعة الضغط والتحولات، الضغط خلاص ما يبغى الآن استحواذ ولا يبغى يسيطر على منطقة، أبدا ما يبغى يسيطر على منطقة. فلذلك هنا إدارة المباراة، فيتوريا حاول أن الشوط الأول انتهى 0-0، الشوط الثاني يلعب بقوته، ممكن التغيير السريع الخالد الغنام في دقيقة 46 ممكن كان يبغى يأخره بس، ولكن الحمد لله نزل. أنت لما شفت من بعد تغيير كم كورة الحمد لله من بعد دقيقة 70-80 تلاقي اللاعب مجهد. أغلب اللاعبين لما تشوفهم تقول مايكن والله ما تمر إلا تمرين. لذلك أنا لما انتقل على فيتوريا ونحن نتكلم، وحتى لو تشوف المشهد أبو فيصل تلاقي يقول له والله النصر في كورونا، والله النصر مجهد عضلي، يجي بعض والله النصر ناقص والنصر ما يتمرن، ثم فجأة يقول أقل المدرب. وش الكلام هذا؟ يعني ما تجي تنتين مع بعض، يعني أنت عارف الظروف كلها اللي قاعدة تصير وبعدين تجي ترميها على شخص معين. لذلك أنا الحين بالنسبة للحديث عن المدرب أمر ممل صار بالنسبة لي. يعني في بعض الناس خلاص يعني كليشة حافظها الآن. أنت الآن الكل يتحدث الآن، حتى النصر هو قاعد يمر في ظروفه، في الغالب الكل يشيد بمستوى نادي النصر، ولكن واضح أن نادي النصر ما يقدر يواصل بدنية. لذلك لما تقول لما إحنا نتكلم عن مباراة أمس ونتكلم عن الاجتماع أمس وتدخل فصل الاجتماع، واضح أن اللاعبين زي ما يعني يقولون خلاص المباراة كلها بتبعاتها نرميها داخل الملعب ونطلع ننساها. ولكن ترى اللاعبين يختلفون عن القراءة اللي احنا نقراها، اللاعبين يعرفون بعض وهذا مهم جدا لداخل اللاعبين. انا لما اجي واجمع اللاعبين او نجي نجتمع انا وانت والثالث تجي انت تعطيني وانا اجمعهم وتجي انت تتكلم وتحمسني يا ابو فيصل ولا ابو جود، ولكن انا عارف انك ما تحضر التمارين، عارف انك قاعد في فصل عيادة، عارف انك تتأخر، ما راح اصدقك. لا، لازم انت تعكس لي اللي قاعد يصير في وسط التمارين. لان في بعض اللاعبين اوكي جرينتينا ومش عارف ايش ويغمز ويسوي الحركات قدام الجمهور هذا، ولكنه في التمارين جالس في وسط العياده. اوكي تبغى ال 45 دقيقه هذه قدام الجمهور ممكن تمثل عليهم، ولكنك انت لازم تصير صادق اصلا جوا الملعب وخارج الملعب. من تقصد بناي؟ مو بقصد كل الكل. ترى على فكره في لاعب اسمه ديجاو في الهلال، وهذه قصه قالها لي واحد فصل الهلال وهذا عجبتني جدا. اول ما بدا مع نادي الهلال زلق على كوره وسوى كذا للجمهور، امسكوا لعب الهلال قال شوف الحركات هذه لا تسويها معنا، لعب لعبك وترك التمثيل هذا حقك، اهم شيء عندنا احنا التمارين. اللاعبين كلهم يا ابو انا قاعد اتكلم بشكل عام دائما، واللاعبين يعرفونها، وانا سالت اكثر من لاعب يقول احنا ما نتعب في بعض المرات. لاعبين حتى معتزلين، انا اليوم كلمت لاعب حتى يقول احنا كلاعبين نتعب لما قبل اذا دخلنا المباراه، وهذا اختبار خلاص انتهى الموضوع، الشغل كله في التمارين. يجي لاعب في وسط الملعب يقعد ياخذ الشو كله، كانك تلمح لحد. ابدا انا قصدي الان الاجتماع هذا ايا كان يبغى له عمل جوه التمرين اساسا. انا بالنسبه للظروف اللي انا حكيت لك اول شيء، الظروف اللي قاعد يعيش فيها نادي النصر
كل اللي أصل الجهد اللي قاعد يصير في نادي النصر واضح أنه إجبار عليهم. لما نتكلم على كورونا، لما نتكلم على جهد عضلي، لما هذا واضح أنه إحنا واحد زائد واحد كلهم في العيادة. بس الفكرة الاجتماعات هذه اللي قاعدة تصير وتصير قدام الجمهور هذه، أنا أتمنى من أي لاعب يجي يتكلم أنا ما أتكلم عليها ولا الجمهور. الجمهور بيشوف الشيء هذا بيقول والله برافو على عبد العزيز إنه قاعد يوجههم، ولا برافو على اللي جوا اللي حط يدينا مع بعض يجمعنا. ولكن اللاعبين بين بعض يتكلمون بين بعض، هذا قد حصلت في حقب كثيرة، خلنا نقول قد عشتها أو قد سمعتها في نادي النصر جوا نادي النصر في فترة من فترات كثيرة. فهذه أنا قصدي أبغى تصير انعكاس، بس سواء نادي النصر، نادي الهلال، أي نادي، وأنا أتوقع أن أي لاعب الحين جالس يتفرج علي يعرف إيش قاعد أعني. اللاعبين اللي يسرقون الكاميرات جوا الملعب، تعبير ذا حلو، يسرق الكاميرا جوا الملعب وهو أقلهم عطاء، وهو في التمارين عكس اللي قاعد يصير، هو أقل عكس. تعرف أنت اللي يسوي لك فصل الملعب ويشتروا توجيهات ومش عارف إيش وزي كذا، ولكن في التمرين مختلف، مدبلج، المصطلح حق فادي مهلل، الدبلجة هذه يعني مختلف عن الشيء هذا. بس في لاعب تلقاه كسول يعني في التمارين، تلقاه في المباراة يعني، وفي نجوم تاريخيين يعني نعرفهم يعني بدون ذكر أسماء، تلقاه مثلا معروف عنه أنه كسول داخل التمرين وفي المباراة ينفجر. الآن أبو فيصل شوف، الآن كرة القدم يعني إبداع وداع، وكان في نجوم كبار على المستوى. أنا عارف، بس الآن كرة القدم ميزة أول، الآن مكاين، الآن بس تتأخر جزء من الثانية يتم استغلاك حتى في التحول الذهني اللي عندك. الأول في كرة القدم تتفرج عليها تلاقي اللعب في وسط الملعب تقريبا يمكن ولا يجي ربع ساعة، بس اللعب الفعلي داخل الملعب والمصطلحات هذه. أنا أتوقع أن اللي يتكلمون عنها في بعض المرات إحنا نسمع بها وكتبرير لهم، لأنه ما يواجه الآن لو تجيب لاعب نص موهبة أفضل من لاعب موهبة إذا كان مكتمل لياقيا. تبي تلقي المباراة هذه على المباراة القادمة، زي ما قلنا احنا تكلمنا فيها امس انها لا تعترف بمباريات الكويت هذه بالمقاييس، قاعد تلعب مع فريق. اذا صار النصر بيجهز في مباراة السبت، ترى الهلال بيجهز ضعف عليه. الهلال الان سابق النصر حتى في الجاهزية، لذلك تحتاج الى تركيز عالي، تحتاج المباراة الجاية نتكلم على استثمار اذا صار فيها استثمار. اما المباراة هذه بصراحة بالتأكيد ان الهلال استغلها بذكاء، بالتأكيد ان النصر القت بظلالها الأحداث اللي قاعدة تصير عليه في الإصابات والإصابات العضلية والكورونا والأشياء هذه، وأتوقع أنهم قدموا ما عليهم، كادت أن يعني يحقق أهدافه في توريا بالتعادل إحنا تكلمنا عنه، بس طبعاً تدخل الفار في الدقائق هذه، ممكن في مفارقة في وسط المباراة هذه وتحدث فيها أغلب النصراويين في وسط المباراة هذه، أن الهدف الأول البلنتي لم يحتسب تدخل فيه الفار، الهدف الثاني احتسب الحكم تدخل فيه الفار، الهدف الثالث احتسب الحكم ولم تدخل فيه الفار. حتى الحكم أنا دائما أقول الحكم اللي دائما يتدخل في معاه الفار، هذا حكم يعني هذا قرارات مهمة اللي مفروض أنه يحكم فيها. إذا أنت القرارات المهمة ما تشارك فيها هذه إشكالية. في النهاية استحق الهلال 3 نقاط بالتأكيد، هارد لك النصر فريق جيد زي ما قلت أبو فيصل، طالما ان المنافس فعلا قاعد يقول والله هي انت تصريح بلي قال النصر، فمعناه ان ملتفت قاعد يطلع لنادي النصر، ان النصر عنده لكي يعود، بالتاكيد عنده لكي يعود. ولكن انا بالنسبه لي ممكن اذا تتضح معالم النصر بعد الجوله 10 اتوقع، اذا اكتمل هنا يبدا تقييم العمل فعلا للسيد فيتوريا. فاصل قصير بعده نعود.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة. نرحب بمستمعي روتانا اف ام في المملكة العربية السعودية. عيد ثقيل وعبد السويد وعيد مبخوض في حلقة الليلة. نشوف أخبار شوت. يقود الروماني رازفال لوشيسكو مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم الخميس تحضيرات فريقه لمواجهة الديربي أمام النصر السبت المقبل في نهائي كأس الملك عقب تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا. وتعرض المدرب الروماني للإصابة بالفيروس في 16 من الشهر الجاري وخضع للعزل الصحي خلال الفترة الماضية، وأسند مهمة قيادة تدريبات فريقه إلى مساعده الإيطالي كريستيانو بانشي الذي تولى تحضير الفريق لمواجهة الديربي التي انتصر فيها الأزرق بهدفين نظيفين في الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. اهتمت الصحف البرتغالية والرومانية بأحداث مباراة ديربي الرياض بين الهلال والنصر والذي انتهى أزرقا بهدفين دون رد. وكتب موقع مايس فوتبول البرتغالي أن فريق النصر الذي يدربه فيتوريا أصبح في موقف معقد حيث أنه يتواجد في منطقة الهبوط. أما صحيفة ريكورد فتحدثت عن وضعية روي فيتوريا المدرب الذي يحتل فريقه المركز رقم 15 وقبل الأخير في ترتيب الدوري، فيما أشارت الصحف الرومانية وفي مقدمتها بروسبورت عن انتصار الهلال على النصر رغم عدم حضور رازفال لوشيسكو بسبب إصابته بفيروس كورونا. كذلك أكدت صحيفة ديجي سبورت الرومانية أن الهلال مع رازفال لم يخسر حتى الآن في بطولة الدوري رغم إصابة المدرب بكورونا. ذكرت مصادر إعلامية أن المصري عصام الحضري حارس فريق التعاون الأول لكرة القدم سابقا ومنتخب مصر تلقى أكثر من عرض لتدريب حراس أحد أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم بعد إعلان اعتزاله رسميا. وأبدى الحارس الدولي المصري رغبته العمل في دوري المحترفين السعودي لما يحمله من قوة وإثارة وندية. أظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها الكولومبيا إسبرية لاعب فريق القادسية الأول لكرة القدم تعافيه من الإصابة التي لحقت به الفترة الماضية وأبعدته عن مواجهات فريقه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. ووضع الجهاز اللياقي في النادي الشرقي برنامجا مكثفا من أجل تجهيز اللاعب لمواجهة الاتحاد المقبلة دوريا. تنتظر إدارة نادي الاتحاد قرار لجنة الاستئناف في الاتحاد الدولي لكرة القدم حول استئنافها على قرار إلزام النادي الغربي بدفع مبلغ 56 مليون ريال للصربي سلافان بيليتش مدرب الفريق الأول لكرة القدم سابقا كتعويض نظير فسخ عقده من طرف النادي. وأصر المحامون المكلفون من النادي على تقديم الاستئناف رغم تضاؤل فرص كسبه، وذلك لإمكان خفض المبلغ قدر المستطاع عبر هذا الاستئناف. أعلن الاتحاد السعودي للهجن عن جاهزية ميدان محافظة رماح الذي يحتضن سباق رماح للهجن الخميس المقبل على مدار 6 أيام بمشاركة أكثر من 3000 مشارك في مختلف المسافات، حيث أكمل اتحاد الهجن اللوائح والاشتراطات الخاصة بالبروتوكولات الوقائية التي تضمن سلامة المشاركين والالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
فأنا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الأخير من الحلقة وصلنا للختام. عيد شكرا جزيلا لك. شكرا لك أبو نايف. شكرا جزيلا لك أبو عبد الله. شكرا جزيلا لك. لازم تجينا الرياض قريب، لازم نبغى نشوفك. شكرا مباشرة. إن شاء الله والله مشتاقين لكم. مشتاقين يا غالي. حبيبي إن شاء الله. حاضر حبيبي. موعدنا غدا 11:30 في أمان الله.